السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي إعلان جديد. بالنسبة للإعلان إخواني، الخطوط الملكية المغربية رام هوندلينغ توظف أعوان استقبال وتوجيه المسافرين في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء ذكور وإناث. كيف كتشوفوا إخواني، هذا هو العنوان ديال رام هوندلينغ اللي تابع الخطوط الملكية المغربية اللي داير هذا الإعلان هذا، واللي غادي نشرحوا في هذا الإعلان شروط اللي غادي يدفعوا، يعني شروط توفر عليها المترشح باش يدفع لهذه الوظيفة هذه، وكذلك اشنو هما الصفات اللي ستكون فيها المترشح، وطريقة ديال كيفاش غادي يصيفطوا الطلب ديالنا لهذا الشركة ديال الطيران اللي هي رام هوندلينغ. كل شيء اخواني غنتعرفوا على هذه الشركة ديال رام هوندلينغ اللي هي شركة تابعة للخطوط الملكية المغربية، ولا تم انشاء ديالها 2013 والمملوكة بالنسبة ديال 100% للخطوط الملكية المغربية، وهي شركة تقدم العديد من الخدمات والعمليات الأرضية لشركات الطيران مختلفة. وهذا هو الموقع الخاص بهذه الشركة ديال رام هوندلينغ اللي هي هذه اخواني، واللي كتواجد في جميع المطارات هنا اللي كاينين في المغرب كامل. كيف كتشوفوا هذه هي اللي فين كتواجد، وهذو هما الخدمات ديالها، وهذو هما لي سيرفيس ديالها، هذو هما لي سيرفيس كيف كتشوفوا لي سيرفيس ديال هذه الشركة هذه. وهذا هو الموقع ديالها كيف كتشوفوا، هذا هو الموقع، وهذو هما الشركات اللي تابعه لهذا الشركه ديال رام هوندلينغ، وهذو هما الموظفين اللي تيكونوا في هذه الشركه هذه. كتشوفوا هذو هما لي سيرفيس ديالها، وهذو هما المعلومات ديالها، وهذا الايميل ورقم التليفون والمعلومات ديالها كامله اللي هي شركه ديال الطيران. اذا الان اخواني غادي نشوفوا اشنو هما يعني شروط يعني تكون في المترشح اللي غادي يترشح لهذا العمل هذا، اللي غادي تخدموا كموظفين اعوان استقبال وتوجيه المسافرين في مطار محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. اذا بالنسبه للشروط اللي خاص تكون في المترشح، ان اول شيء غادي نشوفوا هنا العمر، يعني تتراوح اعمارهم ما بين 19 سنه حتى 27 سنه، يعني ما تكونش اقل من 19 سنه وما تكونش اكثر من 27 سنه. والشرط الثاني تكون حاصل على البكالوريا، يعني شهاده البكالوريا زائد سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات، يعني تكون باك بلس 2 او باك بلس 3 او باك بلس 4 او باك بلس 5، يعني في اي دبلوم كيف ما كان. بالنسبه للعمل اللي غادي تقوموا به اخواني كموظفين اعوان استقبال وتوجيه المسافرين، غتقوموا ب يعني باستقبال والترحيب بالركاب ومعالجتهم طوال الرحله ديالهم في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. بالنسبه للصفات يعني الرئيسيه او الصفات الرئيسيه لنجاحك في هذه المهمه كموظف عون لاستقبال وتوجيه المسافرين، خص تكون عندك عمل توجيه للمسافرين، وتكون عندك حاسه السمع، وتكون عندك العمل الجماعي والتواصل الجيد، وايجاد اللغات، يعني اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه. وبالنسبه اخواني الطريقه كيفاش غادي تصيفطوا الطلب ديالكم، يرجى ارسال الطلب ديالكم الى العنوان البريد الالكتروني اللي هو كيبان لكم في الشاشه اخواني، اللي هو recrutement@ramhoundling.com. كيف كتشوفوا اخواني في الشاشه هنايا، recrutement@ramhoundling.com. اذا هذا هو الايميل اللي غادي تصيفطوا فيه السي في ديالكم والمعلومات ديالكم اخواني والدبلوم ديالكم. يعني الشروط اللي خص تكون عندك اخواني، تكون عندك السن ما بين 19 سنه حتى 27 سنه، يعني ذكور واناث، وتكون حاصل على البكالوريا، وبكالوريا تكون باك بلس 2 في اي دبلوم كيف ما كان. يعني ما هنا ما عطاوناش اشم دبلوم وما حددوناش اشم تخصص، يعني كاع لي تخصص راهما مقبولين، يعني بالنسبه للبكالوريا باك سيونتيفيك او علمي، ولا يعني ما محددينش اش البكالوريا، يعني تكون عندك بكالوريا وتكون عندك ديبلوم، يعني بعد ما ادك كتشد البكالوريا كتكون عندك سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات في شي ديبلوم كيف ما كان، يعني في شي تخصص كيف ما كان. وبالنسبه للوظيفه اللي غادي ديروا، يعني غتكونوا كموظفين اعوان استقبال وتوجيه ديال المسافرين، يعني في المطار ديال محمد الخامس بالدار البيضاء، وغادي تقوموا بالاستقبال والترحيب بهاد الركاب هادو، وتقوموا يعني غادي تبقاو معاهم طوال الرحله ديالهم في المطار ديال محمد الخامس بالدار البيضاء. وهذو هما المعلومات اخواني بالنسبه لهذا العمل هذا الخاص بالخريجين الشباب، يعني الذكور والاناث اللي هما حاصلين على شهاده البكالوريا زائد سنتين او ثلاث سنوات ولا اربع سنوات في يعني ديبلوم من اي ديبلومات، يعني ما محددينش ديبلوم ولا ديبلوم هذو، يعني هما غادي تخدموا مع الشركه هذه اللي هي شركه يعني تابعه للخطوط الملكيه المغربيه اللي هي رام هوندلينغ. رام هوندلينغ اللي غادي توظف اعوان استقبال وتوجيه ديال المسافرين في المطار ديال محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء. كنتمنى لكم اخواني التوفيق، غادي نحط لكم الايميل ديال هذه الشركه هذه في
الصندوق الوصول. تلقاو في اول تعليق انتم حاولوا انكم تسكانيو الدبلوم ديالكم البكالوريا وكذلك تسكانيو يعني الشهاده ديالكم ولا الدبلومات ديالكم اللي خديتوها بعد البكالوريا. يعني عندكم ثلاثه ديال الوثائق، الوثيقه الاولى السي في، والوثيقه الثانيه البكالوريا، والوثيقه الثالثه الدبلوم ديالكم. ولا حاولوا انكم تكون عندكم دي دبلوم اخرين ومي شهاده اخرين ولا تكون عندكم فيزات ستاج. المهم الدوكسي ديالكم حاولوا انكم تسكانيو كامل وتردوا في الفورم ديال البي دي اف وصيفطوه لهذا الايميل هذا اللي كيبان لكم هنايا recruitment@rambaska.com. كنتمنى لكم اخواني التوفيق. ما تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.